منتج. استاذ محمد، شايف المعايير دي تؤدي الى وأد الفني؟ لو وضعها صناع الاعمال الفنيه كده، علقوها على الحيط عشان يشتغلوا من خلالها، يعني ما يبقاش في دراما. لا، انت كلامك موجه على فكره. لا مش انت قاصد. لا، الحقيقه مش كده. الحقيقه ان الكاميرا دول تتضمن اهانات بالغه لكل فنان مصري حقيقي. اهانات طبعا يعني. انت بتفترض في الفنانين المصريين اللي انت اكثر منهم وطنيه، وانت بتحترم المراه المصريه اكتر منهم، وانت فاهم في كل حاجه كلجنه. بيجي الاستاذ سمير دلوقتي بيقول للجنه لا لا لا، ده انا اكتر منكم بقى، منكو. اكتر منكم فاهم في الوطنيه، واكتر منكم في حب البلد وسبقه الوطنيه. ممكن يبقى في حد قاعد بيتفرج علينا يقول لا ده انا اكتر منكم كلكم. صحيح. اللي يضايق في الموضوع ان في فنانين اشتركوا في صياغه الكلام ده اتهانوا دلوقتي واحنا قاعدين. يعني الدكتوره قالت ان المشكله اللي في مصر دي من بدايه الثمانينات، فنانين اشتركوا معاها هم كانوا ملء السمع والبصر في بدايه الثمانينات، انا ما كنتش لسه اتولدت. فيعني رغم ان هم بيصيغوا معاهم الكلام ده، لا انا برصد مجتمع على فكره، انا برصد مجتمع مش برصد رصد. يعني ازمه اجتماعيه حصلت منذ السبعينات، منذ سادت انواع من اقتصاديات السمسره. ما انت معلش انا بتكلم عن الطبقه اللي ظهرت طفيليه، فساد سلوك السمسره وتجاره العمله. لما تطلع لي من ده اشكال من الدراما والفن تبقى قصه اخرى. احنا مش داخلين في سبق بيقول مين فينا الاكثر وطنيه. بالظبط. لا، هو مين برضو بيتكلم بلسان الجمهور. يعني هي الدكتوره في بدايه الكلام قالت ان احنا محملين برساله من الجمهور. طبعا، امال هنشتغل ليه؟ على مين في؟ انا ما شفتش، لا شفت جمهور بيبعت يعني رساله. يعني لازم يبعت جواب لحضرتك يقول لك ان هو اللي انا شفته حضرتك جمهور عريض جدا بيقعد في القهوه بيتفرج على مسلسلات محمد رمضان وبيحب محمد رمضان. كده هو ده الجمهور اللي اشتكى لحضرتك ولا مين؟ انا مش عارف. امال الامراض الباثولوجيا الاجتماعيه بتقول ايه؟ عندما توجه لتشويه يا دكتور الروح عند الجمهور اصبح يقبل على الاشياء السيئه اقبالا باعتبارها اشياء جميله. انا مش شايفه غير اني بعلق الجرس في رقبه القط بس على فكره، ولا المعايير هيمشي حاططها على الحيطه ويتخض من كتاب القراءه الرشيده. احنا بنعلق الجرس في رقبه القط لان دي عمليه تاريخيه طويله عبال ما نوصل للغرض. طيب، هل ده تعليق للجرس في رقبه القط ولا يخنق القط ويخنق الفن؟ شفت بقى انت قاصد دلوقتي. ده انت ضد امبارح على فكره، حلقتك امبارح ما كانتش كده. الموضوع مش قصه دفاع عن الفن. لا لا، هي دفاع عن البلد، عن الوطن. انت ما ينفعش تبقى المشكله قدامك واضحه وصريحه، المشكله عندك في المجتمع مش في اللي بينقلوا الفن عن المجتمع. طيب، انا عالج النموذج اللي موجود في الحقيقه. يعني اذا كان في نموذج انت مش طايق تشوفه في التلفزيون، طب قابل ازاي بوجوده في الحقيقه؟ انا يعني ايوه، يعني حضرتك دول حضرتك تقول ان المشكله في المجتمع واحد اتنين تلاته ونعالجها، احنا مجتمعنا في مشاكل. مش احنا بدأناها بامراض اجتماعيه انتجت مثل هذا النوع؟ يعني احنا مش بنقول يا جماعه انتوا غلطانين واقفين في الهوا لوحديكم، احنا قلنا المجتمع افرز ايه نتيجه ظرف مر بيه. تمام، مش كده؟ اذا احنا مش مختلفين، فلماذا تبحثون عن الاختلاف؟ يعني حتى يعني الاستاذ سمير وهو بيتكلم، يعني حضرتك بتقري ان النماذج اللي مش عاجباك دي. طب معلش واحده واحده عشان افهم انا. طيب، حضرتك بتقري ان النماذج اللي مش عاجباك دي في التلفزيون موجوده في الواقع؟ بس انت جبت سيره الواقع بقى. يعني اسماعيل الاخر، الراجل لما هيجي يكتب دلوقتي هيتكلم عن نماذج ثانيه موجوده في المكسيك ولا هيتكلم عن الواقع اللي هو عايزه؟ لا، هو مش في الفضاء، هو بيتكلم عن واقعه بالظبط. بس في حاجه اخرى. اتفضل. يعني وانت يعني احنا متفقين لكن نبحث عن مواطن الاختلاف في كلامنا. مش احنا اللي عمل الورق ده هو اللي بيبحث عن لا مواطن. دي احنا عاملين حاجة كده عشان الناس وهي بتبص عليها افتكر ان هو شطح كتير عما يعني. يعني امهات الشهداء اللي واقفين قدامنا دول ما تستحقش. ما تستحقش يا جماعه. امهات الشهداء دول حاجه عظيمه، والشهداء دول حاجه بس عظيمة. مش هنعمل لهم حاجه. مين قال ان مش هنعمل لهم؟ حضرتك اللي مش متابع، حضرتك اللي ما بتتفرجش. لا يا شيخ. طبعا في. طب طلع لي شهيد في المسلسلات بتاعت السنتين اللي فاتوا مش اكتر. يعني انا اقصد حاجه ثانيه. ما هو موضوع الشهداء وكلام فوق دماغنا وكل حاجه، بس ده مش بشكل مباشر، مش بشكل مباشر. اكتر مسلسل حقق نجاح في رمضان اللي فات مسلسل كلبش، كان البطل بتاعه راجل شرطه والناس متعاطفه معاه. واحنا ما بنعملش يعني برضو مش المفروض اللي احنا بنعمل الدراما دي. حتى اسامي مش هنقول اسامي بغض النظر، انما مفيش يعني ما ينفعش حاجه توجهي اتهام
للمبدع المصري. انا وجهت له كام؟ انه راجل مش وطني وراجل مش مهتم بقضيه وطنه وراجل خالص. احنا بدل ما كان المفروض يا استاذ وائل ان احنا دلوقتي بنشد على ايدين الناس اللي شغاله دلوقتي في الاستوديوهات وبيتعبانين جدا طبعا ربنا يكون جدا صعب. علشان يسعدونا كمان اسبوعين كل سنه وانتم طيبين ونقول لهم شدوا حيلكم وربنا معاكم وان شاء الله هيفرحوكم. خليني افكر حضرتك. ايوه بس بالله مش انا حاربهم بالله في راي بالله في راي عام خلينا عشان الدكتوره هدى بتقول انت يعني بس في بلاقي في راي عام بيقول عجبك السفاله والانحطاط اللي في ال لا مش عاجبني. لا 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 مش ع... لو في حاجه مش عجباني يا استاذ وائل عاجبك العاهره لو في حاجه مش عجباني لو في حاجه مش عجباني انا مش هتفرج عليها لو في حاجه مش عجباني وما ينفعش ولادي عشان انت مثقف كده كده في انت مثقف مش هتتفرج ده ذوق حضور حضرتك والاساتذه تخلونا كلنا بقى كده عندنا حد ادنى من جميل. الثقافه احنا بقى بدانا نمارس الدور ده مش في منطقه الثقافه والفهم خد عايز اقول لحضرتك ابو يا دكتور احنا مش عايزين نبقى سلطه احنا عايزين نبقى ايه قوه فاعله في المجتمع تنمو بيه احنا وانتم احنا وانتم